أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني
لن تفسدوا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.